مرحبا، هذا الجزء الثاني من سوسيولوجيا جماهير الفن. هذا فيديو تعريفي عن الكونسبت تبع سوسيولوجيا جماهير الفن، وكيف الجماهير بعض الأحيان في بعض النقاد، أو يعني جزء مهم من النقاد، وخصوصا النقاد اللي بيتحدثوا عن سوسيولوجيا الفن أو اللي بيبحثوا في السوسيولوجيا، بيبحثوا في المجتمع، كيف المجتمع يفهم الفن، وكيف فكرة الفن تتطور في المجتمع. هؤلاء النقاد بيؤمنوا إنه المتلقي يلعب دور كبير في رؤية العمل الفني، في مفهوم العمل الفني، في فهم العمل الفني. وكثير على فكرة يعني بالنسبة للفنانين هذا شيء مهم، بالنسبة للناس اللي بتشتغل فن برضو كمان هذا شيء مهم، والأهم من ذلك خصوصا الفنانين، أو خلينا نحكي الديزاينرز المصممين اللي بيشتغلوا بالصناعات الإبداعية بشكل عام، المصممين اللي بيشتغلوا بالديجيتال ميديا، المصممين اللي بيشتغلوا بالتصميم الأثاث، تصميم الإعلانات، تصميم الأثاث المنزلي. خلينا نحكي، أنت ممكن لما نحكي إنه أثاث ممكن تعرف تفكروا كراسي، طاولات، كنبايات، لا، في بالمنزل في كثير أشياء تتصمم، كثير أشياء تتصمم، البرادي، الشبابيك، السجاد، هاي كلياتها ممكن إحنا ما انتبهنا إنها عناصر جمالية موجودة حوالينا، لكن في كثير فنانين بيقدموها على أساس إنها أعمال فنية. الآن في كثير فنانين معاصرين من إيران ومن باكستان بيشتغلوا أعمال فنية شبيهة بالسجاد، وبيشاركوا فيها بميداليات عالمية، بيشاركوا فيها بميداليات عالمية على أساس إنها إيش؟ على أساس إنها أعمال فنية. وهذا تعبير عن المجتمع اللي هم بيعيشوا فيه. يعني فنان إيراني ممكن يشارك في بينالي عالمي زي بينالي فينيس مثلا، بعمل فايبر، بعمل نسيجي سجادي، مش شرط يشارك فيه، بيشارك برسم معمول على كانفاس. فلذلك هذا مفهوم الفن السوسيولوجي بيلعب دور كثير كبير الآن بالفكر المعاصر، بفكر الإنسان المعاصر. نرجع لموضوعنا، نرجع للفنان اللي إحنا تحدثنا عنه هو ديمين هيرست، وكيف أنا بحاول أعطيكم إياه كإكزامبل عشان أنتوا تفهموا الجماهير والناس كيف تتغير فكرها، كيف تتغير فكرها. نسمع مع بعض ونشوف مع بعض هذا الفيديو. هذا الفيديو طبعا أنا راح أشير لكم إياه على التيمز. طبعا مرة ثانية، هذا العمل بيحكي عن اسمه The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. أوكي. وهنا بيحكي، هنا أصلا العنوان في سوسيولوجي The Physical Impossibility of Death. أوكي. اللي هي بدي أترجمها أنا في الاحتمالية المحسوسة، هنا فيزيكال معناته محسوسة، الاحتمالية المحسوسة للموت، الاحتمالية المحسوسة للموت. هنا هو احنا كلياتنا يعني الحمد لله رب العالمين ما زلنا نتنفس، ما زلنا عايشين. ممكن الجائحة او السيتويشن العالمي اللي الناس عايشيته بسبب كورونا، ان شاء الله رب العالمين ينتهي بسرعه ونخلص منه، وربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. ممكن احنا اصبحنا نفكر في
بالموت. اوكي، وممكن انتوا الان بالمجتمع بتشوف كيف الناس لما صارت تفكر بهذا المرض الله يبعدنا وإياكم عنه، كيف صارت تفكر فيه وكيف صارت يعني نوعا ما مرتبكة نوعا ما متوجسة. هاي برضو كمان هذا إيش سوسيولوجي، هذا المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، وفي كثير من المجتمعات الآن أصبحت مجتمعات ثانية بسبب هذا التفكير. تخيلوا إنه هذا العمل الفني، هذا العمل الفني أنت لما تقف أمام قرش محنط كبير، إيش ممكن يعمل فيك هذا العمل الفني؟ إيش ممكن يخليك تفكر؟ هل ممكن هو يخليك تفكر بالموت؟ هنا بيجي الطرف الثاني من العنوان، هو in the mind of someone living، في تفكير إنسان حي، في تفكير إنسان حي أو في تفكير الحي، يعني احتمالية الموت، الاحتمالية المحسوسة للموت عند الأشخاص المفكرين أو in the mind هنا، لأنه الناس اللي بتفكر في تفكير الإنسان الحي، هذا الفنان هيك يعني قصده بيثير فيك أنت كإنسان حي بتفكر، بيثير فيك الإحساس بالموت، وهذا بيطلب إنه العمل الفني يكون كثير ضغوط وكثير مستفز. طبعا هذول الاثنين بيحكوا مع بعض، بيحكوا هنا الفيديو بيحكي كثير شغلة مهمة، إنه في القرن العشرين أو إحنا الآن في القرن 21، يعني بتوقع هذا الفيديو مش معقول كثير زمان، لكنه بيحكي كلمة كثير مهمة، إنه الأودينس بيلعب دور كثير كبير بالعمل الفني بالقرن 20، وهذا أحد سمات الفن المعاصر، أحد سمات الفن القرن 20، وأحد سمات الفن القرن 21، إنه الجمهور يلعب دور كثير مهم، أو الريسبونس ردة فعل الجمهور تلعب دور كثير كبير بالفن تبع اليوم. نرجع نسمع الكلام اللي حكوه. مرة ثانية. لما الفنانين when the artist make things، لما الفنانين يعملوا أشياء من الأعمال الفنية بالقرن 21 وبالقرن 20، they are more open to interpretation than the art in their nations. هاي الصورة close للعمل الفني. نشوف صور أكثر لهذا العمل، نشوف صور أقرب لهذا العمل. وفي أعمال أخرى، يعني هو ما عمل عمل فني واحد للكرش، هو عمل مجموعة أعمال فيها يعني أحجام أكبر منه، في أعمال فيها أحجام أكبر منه. رحت على البن عشان نشوف الصور مختلفة. الشارك، هذا الشارك
الطوس من المنتصف على الشرق. عامل مهم، عامل حجم مهم، عامل حجم مرعب. الجمهور بشكل عام أكيد لما شاف أول مرة كان عنده ردة فعل كثير قوي. نفس هذا الجمهور لما شافه عدة مرات تعود عليه، وزي ما حكيت أنا في المحاضرة الماضية، ردة فعل الجمهور بآخر عرض لإله بال2014 كانت مختلفة، كانت مختلفة تماما. راحوا على المعرض وراحوا شافوا المعرض، كانوا ياخذوا سيلفي، كانوا ياخذوا سيلفي مع الأعمال القديمة، وطلعوا هم مبسوطين، طلعوا هم مبسوطين. طبعا هناك أكيد ناس بيرفضوا هذا الفن، لكن لما يفهموا، لما يفهموا ممكن يتفاعلوا معه بشكل مختلف. دائما احنا الاشياء احنا لما ما نفهمها ممكن نرفضها، لكن بعد ما نفهمها ممكن احنا نصير نحكي لا، في مسج قوي خلف هذا العمل الفني، والمسج ممكن يكون واضح في البداية، ممكن ما يكون واضح في البداية. هنا أنا بنهي الجزء الثاني، هنا أنا بنهي الجزء الثاني من الفيديو ومن التسجيل تبع محاضرة اليوم عن سوسيولوجيا جماهير، سوسيولوجيا جماهير الحق. نلتقي في الجزء اللاحق إن شاء الله.